شاهين نفيسة. شاهين نفيسة الكوكب. خالدين كان في النهضة ولا و... لا؟ شوف محمد السويد وأنا عبد الله الدعيع كان في الطائي، سمير عبد الشهر كور أحد، أحد. وبندر الجال الله بندر الجال. الأنصار بلا أحد وشاهين نفيسة الكوكب. صحيح ستة حن. ستة من الدرجة الأولى يعني في. طيب هذا هو يعني المدرب بيجي جاء. أنا بتكلم عن جزئيات اللاعبين. أنت أول مباراة سوى فيها مداخل أستاذ قصي الفواز، يمكن اللي كان موجود معنا في الحلقة، قلت له هن ينقصنا رأس حربة صريحة نحتاجه للأدوار المتقدمة، وفعلا احتاجنا مباراة اليابان ما في أحد، وهذه مشكلة كبيرة. ذكرت أنت وأنا كذا لاعب مهاجم ممكن استفيد منه. استفيد اول شيء لازم اخذ لي لاعب مهاجم صريح يعرف شلون يتمركز في داخل ال18، يعرف متى يحضن على الكوره ويعمل الديلي عشان تصير المسانده تجي. هذا مش موجود عندك. فهد مولد لا مش لاعب صندوق، لاعب طرف. فالمفترض انه كان عندك مهند خيار، عندك الشمراني خيار، ممكن الكويك بيكون عندك خيار، في لعيبه انت اخترتها تقول على اساس انها تلعب في الدوري. كوكب مو راس حربة. لو أعمل كوكب مو راس حربة. ها؟ يلعب حربة. يلعب طرف. بس مو راس حربة صحيح. إذا نفس المشكلة وقعت نفس المشكلة. لا شوف أنت بتلعب باستراتيجية التغيير. إيه. تأخذ لاعبين بعدين لاعبين، يعني أخذ الكويكبي ولا أخذ عبد الرحمن غريب. غريب. طبعًا أخذ الكويكبي. الكويكبي عنده خبرة أكثر. مش تقليل في عبد الرحمن. عبد الرحمن لاعب مستقبل. لكن أنت كذا تقتله. تلعب مباراة مثل هذه ما يقدر يسوي لك فيها شيء. اللاعب المحطة اللي داخل ال18 مع الأسف ما كان موجود. أوكي قرار الثمانية لاعبين يمكنها ضر بالأندية أنهم ما يعطون اللاعب السعودي فرصة أنه يكون رأس حربة، لأن كل الأندية جايبين رأس حربة. كل الأندية تقريبا جايبين رأس حربة أجانب. فبالتالي هذا انعكس على إيش؟ على اختيار المدرب. لما كانت الأندية أربعة أجانب كانوا كلهم يجيبون مهاجمين. لكن كل هذا كوم وعملية إن ما في استراتيجية. لا في استراتيجية فنية موجودة. حنا لأول مرة ممكن ما توافقوني الرأي، لأول مرة قدام اليابان بالذات نستحوذ على الكرة بنسبة 72% في أول مرة في مقابلاتنا كلها. طيب شو المشكلة؟ نحن ما بقدرين نسجل. بس إحنا من أول عندنا مشكلة. لما كان يأخذ الشمراني ويأخذ السهلاوي كان ينقال ليش ما يروح دور الدرجة الأولى يدور لاعبين ثانيين. طيب لو والله شوف السهلاوي ماخذه الآن في وضعه الآن بيكون أفضل كرأس حربة. أنا موجهة نظري أنا أخذ رأس حربة صريح لازم معي أخذ لاعب خبرة. أنا أجيب لك مثال، الإمارات أخذ أحمد خليل وإسماعيل الحمادي وإسماعيل المطار وعلي مبخوت. هذول وشهم؟ هذول كلهم لاعبين خبرة ويلعبهم ملعب مباراة رأس حربة باستثناء علي مبخوت. يلعبون ثلث ساعة، يلعبون نص ساعة، لكن أعطوا للفريق ثقة. قادرين. أحمد خليل نزل المباراة الأخيرة وسجل لك هدف الفوز وطلعوا تأهلوا الإمارات في كأس الخليج. أخذ هزاع على هزاع، أصيب رباط صليبي ثم رجع مرة ثانية. طيب أجيبها ثاني مرة، شو المشكلة؟ إذا أنا الأندية ما تلعبهم أجيبهم عندي أنا لعبهم. يا أخي شلون تجيب تلعب؟ يا أخي أنت منتخب، أنت تأخذ اللاعب الجاهز ما تأخذ. طيب واحد أنت تعيد تأهيل مرة ثانية. ممتاز بوزياد، تأخذ لاعب الجاهز. أنت من كل نادي عنده ثمانية لاعبين أجانب، كم لاعب سعودي بيلعب؟ حتى حارس المرمى حرمته انه يلعب. شوف